الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعي القناه. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا واحد الاقتراح اللي هو عباره على لي سكالوب بلس واحد لاصوص اللي غادي ترافقوا واحد لاصوص بلون. ان شاء الله الان اللي جابتي لكم على بركه الله. غادي نحتاجوا في المكونات عندي واحد كاس ديال لاكريم فريش اللي هو اللي غادي يتماشى لي مع الصوص. عندي واحد البصله مشلطه. عندنا فطر معلب الا كان طري فيستحسن يعني يكون احسن، ولكن المعلب حتى هو هذا زوين. فعندنا هنا واحد الكميه ديال الدقيق اللي غادي نغلف بها هذا الاسكالوب. وعندنا هذا لي شابلوغ اللي هو صايبته في الدار. عندي هاد الزبده اللي غادي نشحر بها هاد الصوص. وعندنا في العطريه عندي هنا الملح والفلفل الاسود اولا البزار وشويه ديال السكنجبير اللي غادي يرافقوا هاد الصوص. اما بالنسبه ديال لاداند فانا شرملته من البارح. شرملته بواحد ياغورت مسوس اولا ياغورت بدون سكر، ودرت معاه معلقه ديال المطارد، معلقه ديال الحار، و جوج معالق ديال عصير الحامض اولا عصير هكا ديال الحامض اللي عطاتكم. ودرت معاه العطريه، درنا سكنجبير والملح فلفل احمر شويه ديال البزار، ما كدرت حيت درت الحار، ودرت له شويه ديال الزيت. ممكن انا زيت النبات زيت الزيتون. نعاود معاكم هذا الصوص باش شرملته. قلنا واحد ياغورت مسوس، قلنا واحد معلقه ديال المنطاد، معلقه ديال الحار، عصير الحامض، درنا الملح والبزار ما كثرش حيت درنا الحار، سكنجبير والفلفل الاحمر. شرملتهم مزيان وشديت هذوك لي سكالوب، بديت كندير لهم هكا بالفرشيط، بديت بحال بديت كنثقبهم هكا باش يشربوا داك الدغميره، وبيتهم الليله كلها في الثلاجه. فاللي كانت زربانه وكانت باغا دير هاد الوصفه فما عليها غير تشرملهم، ثقبهم مزيان بالفرشيط هكذا، تبقى هكا تدور في واحد البوطه اللي كتسد محكمه الاعلاق، كتبقى تحركهم هكا 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 بحال كتخضهم حتى كيتحركوا مزيان كيشربوا صافي. وتحطها في الثلاجه واحد ساعه شويه، عاوتاني تعاود تقلبها حتى عاوتاني واحد ساعه ونص وتخدم بهم. اللي كانت مزروبه تخليهم غير ساعه راها مزيانه، ما حتى كتوجد الشيء الاخر راهم كيشربوا الصوص. فاول حاجه غادي ندوز ليها غادي ندي هاد البصله وهاد لي شامبينيون بلا كريم فريش مع الزبده. غادي نديرهم غادي نصايب نشحن البصله مزيان غادي نصايبهم كومصوص. وهنا هادو غادي نغلفهم بالدقيق. فاول حاجه غادي نخليها بجانب حتى نصايبو الصوص مجموعي. غادي نجيب واحد الاناء غادي ناخذ نسيت ما قلت لكم في المكونات باننا استعملنا الثوم. الثوم درت شي تقريبا 3 ديال الدروسه ديال الثومه. ندير لهم الدقيق مزيان، تنغطي كلشي ديك الصوص بالدقيق، ترجع ندير لهم لي شابلوغ. فانا هنا ما غاديش نستعمل ما غاديش نغلفهم بالبيض، فكفاني ديك لاصوص اللي فيهم، ما غاديش ندير مازال حتى حاجه. غادي نغلفهم غير واحد الدقيقه هكذا كيف شفتوا بحال هذا الشكل. كنحاول اننا نضغطو هكذا فكتجينا واحد سكالوب هكا مجموعه. تنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي، عاد غادي ندوزو باش نصايبو لاصوص. في مقله سخونه غادي ندير ديك الكميه اللي عندنا ديال الزبده، غادي ندير من فوقها هاد الكمية لي عندنا ديال البصل، ونشلضو مزيان مزيان مزيان، تشلضو مزيان تشحرو مزيان باش كنقول مزيان يعني خصو حتى يعني تماما يعني هاد البصلة هكا غادي تقدم يعني مغاديش نعاودو نطيبوها أولا، فحتى كدوب. فالزبدة كتكون واحد الكمية اللي هي لا بأس بها يعني واحد معلقة عامرة يعني واحد الكمية ديال الزبدة. غادي كيكونو شوية دهون مع لاكريم فريش، ولكن
فده هو فكده شيء بنينا بالزبدة. عندي لها الملحة شوية ديال البزار، من الأحسن يكون البزار الأبيض، أنا ما نتوفرش عندي، نديرها الفلفل العادي، البزار العادي كحل مولفي البيض كيجي مواتي مع هاد الصوص اللي كيكونوا بيضين ما تيبانش، وتعطي واحد المذاق مختلف على هذا العادي. فكا نزيد شويه النار وانا ما كنحرك، ما كنخليش ديك الزبده تبدا تحرق لي، كنزل عليهم هادو لي شامبينيون اللي قلنا كميه. صافي كنخليهم يتشحروا مزيان، هذا غادي نزل عليهم هذيك الكميه اللي هنا ديال لا كريم، يعني غنتسنى عليهم واحد 5 دقائق باش انه بصح تشحر مزيان، حتى غادي نتلاقاو نشوفوا لاصوص كي كتجي لاكستور تاعها في الاخر. صافي انا درت هذاك الكاس اللي عندنا ديال لا كريم ديال السائله، غادي نخليها حتى كتبدا كتغلى. فانا راه تسنيت على البصله، وراه هذه عمليه مهمه، البصله كنأكد عليها بانها خاصها تقلى 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 مزيان، حيت هاد الصوص كتقدم هكذا مع لي سكالوب، فملي كنتلاقاو مع ديك البصله باقي كتقزز فاش كتجينا الصوص ماشي شتالهيه. كيف كتشوفوا راه بقاو غير دوك الطرف ديال لي شامبينيون فقط، البصله دابت، انا تسنيت عليها غطيتها هكذا في الطنجره وخليتها. دابا لا كريم غنتسنى عليها من بو واحد 5 دقائق يعني ملي كتغلى. فهاد الاثناء انا درت المقله ديال الزيت كتسخن، فهذا غادي نبدا لي سكالوب ديالنا. بسم الله هكذا كيتقلو من هاد الجهه وهاد الجهه مزيان، تنقليهم حتى كيجيو هشاش 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 بهذيك الطريقه بهذيك التتبيله ديال لي كلو، صدقوني رائعه. فحتى اللي بغى يضيف لها اللي بغى يضيف الصويا صوص يعني ممكن يضيف واحد المعلقه، حتى هي كتجي معهم رائعه. كيف قلنا حتى الثوم بودره حتى كيجي معاهم من زدهم ومن داكشي رائع. انا اكتفيت غير بديك الدغنيره اللي كنت قلت لكم في الاول هي اللي درت، فما كنتش سيده ان هذا دير لي يعني كتنفيذ دير عليها. كيف كتشوفوا هي الصوص بدات كتغلى، فانا هكا كنتني يعني ها هي هكا مزيانه. صافي غادي نسوي عليها نخليها جانبا حتى كنبغي نقدم الطلا، هذا غادي نتلاقاو يعني انا نكمل هذا اللدن كله غادي نقلي، هذا غادي نتلاقاو في تاع النهايه. الطبق ديالنا هو جات كيف شفنا في لا فيديو لي سكالوب افيك لاصوص ديالهم اللي هي لاصوص بلون، ممكن اننا نخويو من فوق هكا ونزلو كل هذا في التبسيل ديالو، ممكن اننا ناكلوها هكذا. وانا رافقتها بواحد السلطه اللي هي الرز بجلبانه مسلوقه وطون مايز وبطاطا شويه ديال الخس، ودرت لها هاد الصوص من الفوق اللي هي عباره على صفار البيض مع العسل مع المونتاج. ان شاء الله غادي ننزلها فيديو مستقل بوحدها، المهم رافقتها به. فنتمنى اقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه او لا كتزوروا القناه ما تدخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم وللايك وكذلك تعاليق ديالكم. تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله، وبالصحه والراحه.